إحدى السيدات عندما استطعنا إعادتها قالت أنه سجنوها في قبو لمدة 3 أيام بدون أكل، بدون أكل، بدون أي شيء. ثم بعد ذلك جاءوا إليها بالأرز واللحم، فقالت أكلت لأن كنت جائعة جدا. بعد أن انتهت قالوا لها ابنك اللي كان عمره سنة أخذناه منك طبخناه وهذا كان اللي أكلتيه. أحد الفتيات قالت أنه أخذوا 6 من أخواتها، أختها الصغيرة 10 سنوات، اغتصبوها أمام أعين والدها وأخواتها إلى أن ماتت. 10 سنوات. السؤال الذي دائما نسأله، لماذا؟ لماذا هؤلاء الوحوش فعلوا هذا بنا؟